FM. الكلمة ليك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا معكم في ريكاب، مازلنا معكم حتى للسبعة. تسمعونا بين سورة 91.5 زد، فعلوا معنا على راديو كاب فيم على الفيسبوك ولا كاب راديو بوان تيان. خبر مؤكد الآن، عملية تمشيط كبيرة على مستوى حيفا توما بورقيبة قرب مجلس نواب الشعب إثر سماع طلقات نارية، ويجري تثبت من مصدرها وصحتها. وثم مجلس يعني عفوا مصدر أمني قال إني طلقات نجم تكون تعفو شيك على وعلم مدام تنشوفوا الأخبار شوية آخر غالت ولا صحيح. سعيد جدا باستقبال السيد علي الفزاني، مرحبا بك. سعدي ناشط ومحلل سياسي، كنت ضمن قائمات دستور الانتخابي مجلس التأسيسي في 2011. أنت كذلك خبير استراتيجي في تنمية الموارد البشرية، وهذا محتاجينه برشا في تونس، ومدقق في البيئة والجودة والسلامة المهنية. مرحبا بك، نحكي معك في الفصل فاس. مرحبا بك، انت زاد كنت موجود في هيك النقابية في الجامعة، يعني عندك برشا اختصاصات بين السياسة، بين البيئة، بين الموارد البشرية، السلامة المهنية. صحيح. صاحب الاختصاصات هذه الكل، كيفاش يشوف تونس اليوم؟ تونس اليوم تتألم، تونس اليوم تستحق الكفاءات فعلية، تونس اليوم تستحق رؤية، تستحق الصدق في القول، تستحق وضوح الرؤية، تستحق الأمل اللي يظن كل مش موجودين، مش موجودين تستحق وغير موجود، تستحق ما نتصورش موجودة بالقدر الكافي باش ينجم يخلي الشعب متاعنا اليوم يمشي برسالة. أي. وينجم يكون قادر باش ينجم أولا ينجم يقبل التضحية. نعم. ثاني ينجم يشارك في مشروع إنقاذ تونس. دكورت فضل مدحك. سعلي مرحبا بك. بيان ايفيدامون شكرا على الاستضافة. احنا ما هو التعدد في الاختصاصات والظرف معناه يخلينا ماذا بينا نسألوا اكثر من سؤال. طبعا. انا باش ندقق اليوم. تونس تعيش مرحلة ما بعد الانتقالية، وهي انتقالية بامتياز الحقيقة، معناتها مازلنا في المرحلة الانتقالية، ولكن اليوم ايضا عندنا هياكل قاعدة تركز دستورية. صحيح. من ضمنها المجلس الاعلى للقضاء. صحيح. عندك شي نظرة انت له الحوار الحاد بين المحامين والقضاة، وهل أنهم بحوارهم الحاد هذا ولا الجدل هذا قاعدين يفوتوا في حاجات ربما معناها من غير ما يشعروا؟ الكلمة تكفي في مكانها، نظرا أنا توا إذا كان مش ندخلوا في السياق هذايا، وعندنا أصدقاء محامات وعندنا أصدقاء محامين وعندنا أصدقاء كذلك قضاة، وبالتالي ثم مصلحة قطاعية اليوم قاعدة تتجاوز المصلحة العامة للبلاد. واليوم السياسيين أو الناس اللي تشتغل سواء في القضاء والمحامين أو في كعدول التنفيذ أو في كعدول إشهاد أو كي أي نوع من القطاع حتى على مستوى النقابي، ثم المصلحة العليا للوطن اليوم لابد اليوم باش نتناقشوا فيها ونجدوا لها شنية الآليات متاعها، شنية مستلداماتها، باش نجم نقعد الناس كل مع بعضنا الطاولة ونجم نحكيه. تصوري اليوم هو كونه اللي صار نوش باش يكون أزمة كبيرة، نظرا للي المحامين رجعوا على أساس المسيرة اللي كانوا ناويين باش يعملوها دونك تراجعوا فيها. الأخبار اللي عندي ثم لقاءات مبرمجة ما بينهم وبين القضاة قاعدين يحكيوا على أساس كون القضاء منظومة القضائية تهم الناس الكل، والمواطن هو أول المستفيد من المنظومة الجديدة للقضاء. إذن لابد كون إيجاد حلول ما بين المحامين والقضاة في إطار تصور عام يعطي إمكانية باش يكون عندنا مجلس أعلى القضاء مستقل، يعطينا قضاء مستقل بآليات استقلال قضائي يمكن التونسي اليوم باستعادة الثقة في المنظومة القضائية. اللي نذكر اليوم وفد من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قدمت رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مشروع متكامل أنجدته للهيئة هذه فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للأعلى في القضاء كمساهمة بيان سور. مدام يظهر لي ماشي وتتحل الحكاية بشوية بشوية، هو هذا الكل أنا باعتقادي كان نجم يقعش لولا سيد الوزير، إذا كان معلوماتي صحيحة، إذا كان غلطة ماذا بيا وزير العدل سيد وزير العدل الجديد معناها سي بن عيسى لما جاء سي محمد صالح بن عيسى، يبدو أنه كيف قال الفرق كانوا اللجان يخدموا فيهم المحامين والقضاة والقضاة الإداريين، ماذا اللجان هذه الكل تخدم من أجل المشروع. صحيح.
كيف جاء قال على قول السيدة روضة العبيدي قالت انا مانيش بوستاجي، انا عندي المشروع نتاعي، رجعنا مالها اللابيرانت تاع الحكومه اللي صح. تقترح المفروض انه مش كل واحد يقدم، اللجنه هذه المشتركه يمشيوا مع بعضهم ويحطوا مشروع ويقدموه باسم الحكومه. ما فما حتى ضير للسيد الوزير ولا للوزاره ولا للحكومه في انه معناتها انه يقدموا مشروع خدمته لجان. اما خير، احنا توا احنا كنا نديو قبل في نظام بورقيبه وبن علي، معناتها نقولوا وزير العدل هو اللي مسيطر على القضاء وكذا، وبالتالي الحكومه وبالتالي النظام. اليوم وقت اللي جاتنا حاجه معناتها نجموا نعملوها ونجموا نفعلوها في بدايه الطريق، انا نقول معناتها نجيو نعملوا حاجه كيف هذه. انا تمنيت انه الناس الكل يقدموا مشروع واحد وتكون الوزارة متبنيته، على خاطر اللي قالوهنا قالوا اللي السيد الوزير العدل السابق الذي قبل سي بن عيسى اللي هو سي حافظ بن صالح اللي هو عميد كلية الحقوق ومحامي كبير والسترة نعرفوه أستاذ جامعي نعرفوا، اللي هو قال لهم أنا ما ندخلش، أنا كوزير وكإدارة اخدموا على رواحكم، انتم اللي تعرفوا الشأن نتاعكم بما انه كل الناس موجودين. علاش انت ما وصلتش على نفس المنوال؟ معناها احنا مشكلتنا مازلنا في عقليه الوزير اللي جي فسخ اللي قبله حتى يكون عمل حاجات. حتى الحكومات بصفه عامه ما دامنا ثم حكومه اي قلت لك وزير ما وزير مع وزير يكون حكومه، معناتها توا يا خساره. معناها انا تمنيت انه لا، يبدو لي انا وزير الثقافه انا با في هذه يبدو لي معناتها تبني على الكوميول معناها، وهذا اللي يلزم وراه. انت كيف تجي للوزاره معناها باش تلقى غيرك يخدم، معناتها وانت تراكم على الخدمه الايجابيه وتبعد السلبي اللي هو ربما ما نجمش او ما حبش ينحيه. مش غادي مش دي تعمل تبراز، اذا ننطلقوا كلنا من ورقه بيضاء معناها تونس راه عمرها الاف السنين، معناها الاداره التونسيه عمرها الاف لكن ثم وزراء يتحملوا في ما خلفه الوزير اللي قبله، كما جلول مثلا الوزير اللي قبله عطى وعود مدام بالنسبه للسياده وكل شيء ولقى جلول يتحمل هو شبيه فمه فيه دقيق في المسؤوليه. خلينا نسمع جوست راي سي علي. انا موافق جوست تقرب الميكرو سي علي، موافق السيده فاطمه على اساس كونه اليوم اذا كان ثم ناس اليوم قامت بالانتخابات منذ اشهر نعم وتم انتخابها على اساس برامج انتخابيه، وكان الـ 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 الاساس اذا كان نحاولوا باش نحلوا الواقع السياسي قبل الانتخابات ثم في داخل الانتخابات ثم بعد الانتخابات، هناك ناس لا يؤمنون باستمراريه الدوله. الناس اليوم يقولوا اللي استمراريه الدوله هو الهاجس المركز. نرجع لك فضل. لحظات معنا زميلنا الصحفي من جزيره الشروق سرحان الشيخاوي. سرحان مرحبا بك. هو اللي اعطى المعلومه. مرحبا بك سرحان، معك مدام فاطمه الكراوي نزار مرزوق، حاجتها بمعلومه حول اللي صار في فاطمه بورقيبه. هل هناك اطلاق نار ولا هناك فوشيك؟ ماذا اللي صار بالضبط؟ هو الاكيد انه في بدايه الامر بعض الاعوان الامن الموجودين هنا اكدوا انه خمس رصاصات تم اطلاقها في محيط المجلس وبعيد عشرات الامتار فقط وتحديدا في حي فاطمة بورقيبة. لكن بعد مرور ما يقارب الساعة على هذا الحادث تم تأكيد انها اصوات شماريخ، لكن المعلومة ليست مؤكدة بشكل نهائي انها شماريخ الى حد الان. نعم شماريخ شنو معناتها؟ منين جابوا المعلومة؟ اجتماعي ولا كيفاش؟ يعني شخصيا استبعد السيناريو شماريخ لانه ما فماش مواطن تونسي عاقل وعنده مخ وداره تبعد 10 متر على مجلس النواب يطلق شماريخ في الساعة دي بالذات. يعني في ايام قليل على عمل إرهاج. يعني سرحان ناكد يعني في المحيط ما ثماش عرس، ما ثماش حاجه هكا، ما ثماش احتفالات معينه، ما ثماش شيء. ما ثماش مظاهر احتفال مفقوده كليا. اعوان الامن انا نعرف اللي اعوان الامن يتدربوا على السلاح ويعطوا فرق جيدا بين اصوات الشماريخ واصوات السلاح. سماع الاصوات هبوا جميعا الى شارع الى حي فاطمة بورقيبة، يعني كان النجم يفرقوا منذ البدايه ان اصوات وشيك ويمشي حتى حد فاطمة بورقيبة. ما دام توجهت وحدات الامن المنطقه هذيك الاكيد ان الصوت مو صوت وشيك. لحد الان ما ثم حتى حاجه مؤكده. سرحان انت نفذت الى مصدر المعلومه معناها مع شكون تحدثت؟ على خاطر انت الاولاني يظهر لي اللي حاطين في شروق اونلاين المعلومه هذه. احنا وصلنا الاخبار مشينا تحرينا مع عناصر امنيه اكدوا لنا المعطى هذا انه ثم قامت رصاصات على اقل تم اطلاقها، ان الوحدات الامنيه توجهت الى عين المكان
للتثبت من انه غرسات فعلا وانه مصدر والحادث الكل. وبعد عودنا رجعنا بعد ساعه تقريبا او اقل رجعنا ثبتنا من وسائل، لكن وزاره الداخليه نفت رسميا انه يكون رسات، وتم تأكيد أن شماريخ. لكن المعطى الثاني الجديد في الحكاية أنه نفس الأصوات تم سماعها في جمرت حاليا. أي أي المسألة ممنهجة وليست ارتباطية، لأنه نفس الأصوات تقريبا يعني بعد ما يقارب الساعة سمعت نفس الأصوات في جمرت. مع وقتاش عندكم أنتم في باردو سمحت؟ في باردو يعني في حدود الساعة الرابعة والنصف يمكن أو بعد الوقت هذا بعد دقائق. أنا نجم نقول لك أنا كشاهد عيان أنا كنت في جمرت مع ماضي ساعتين وشوية في المفاصل متاع جمرت مفترقات وين فما لزوتيل اتسيتغا فما حرص كبير أمني وفيجيلانس معناه وتفركيس معناه ما فهمناش هو حتى في كل مسجد ومسجد وقرطاج ثم دوريات أمنية مكثفة وثم تفركيس كراهب وكل شيء، خاطر هناك معلومات عن هناك شخص مفتش عنه موجود في البونليو ومناش كان سرحان عندك معلومة يقولوا له هو المتهم الثالث في احدى في احداث متحف باردو ماهر القايدي. وصلتني نفس المعلومات. أي. وفما المعطى اللي نحب ناكد عليه انا انه الوحدات الامنيه ووحدات الشرطه مختصه ووحدات من الحرس الرئاسي اللي موجوده في الباب الخلفي المجلس النواب الشعب ما تجيبش تكون الوحدات هذه ما تفرقش بين صوت الرصاص وصوت البوشيه. اكيد الوحدات هذه تدخلت فور سماع الصوت وتدخلت وتوجهت الى حيفا توما بورقيبه. ما تصورش انه الوحدات هذه وهي وحدات مختصه ويوميا يعني تتدرب على الاشياء دي ما تعرفش تفرق ما بين صوت وشيك وصوت صوت الرصاص. لاكيد انه الاصوات اللي نسمع فيها هذه في جمرت وهنا هي اصوات تابعه سيناريو الاول للعمليه الارهابيه والقبض على ما تبقى من الشبكه اللي قامت بالعمليه. انا اعتقد اذا كان توافقني الراي سرحان وانت على الميدان اعتقد انه القول بهذا انه فوشيك معناه ربما حرصا من الامنيين انه باش يخدموا على رواحهم وللتحقيق. نتصور اني ضروره للتحقيق اكثر منها معناتها تحويل وجهه الخبر. هي ضروره للتحقيق اولا، وثانيا ما ننساوش انه فما مسيره باش تقام نهار الاحد باش تشارك فيها شخصيه دوليه ومتاكد ان وزاره الداخليه يعني ما تحبش تهول المساله بالشكل الكبير باش معناها شخصيه دوليه تنجم تكون حاضره في تونس، لانه يعني اذا كان الخبر هذا يتعطاه بعد اعلامي كبير ويوصل معناها الوسائل الاعلاميه على تحليل منطقي على مستوى عالي. يعني تاكدوا انه رؤساء دول او البرلمانات الاوروبيه والعربيه ماش يكونوا حاضرين. شكرا لك يعطيك الصحه سرحان الشيخاوي على كل هذه المعلومات. نذكر اللي تجري الان دوريات امنيه مكثفه وكبيره بالضاحيه الشماليه وتحديدا في سيدي بوسعيد وكرتاج وحسب المعطيات اللي موجوده. يقولوا لي ثم معلومه بكل تحفظ سوق المعلومه هذه بلغت الى سلطه الامن عن وجود شخص ذو شبهه ارهابيه مدام فاطمه، ومن الارجح ان يكون الشخص نفسه المتهم الثالث في متحف باردو ماهر القايدي وتكثيف يعني وعمليه تفتيش لسيارات كبيره. اللي يسمعوا فينا الموجودين في البونليو اللي سوق في الكراب وسعوا بالكم، راه هذه خدمه الامن. كان لقيتوا صف طويل تسناوا توسعوا بالكم، راه الكل في خدمه البلاد وفي خدمتكم باش تمشي الامور 5/5 وان شاء الله أكدوا شوية آخر من المعلومات فيما يخص فاطمة بورقيبة. مزلت معنا سالي الفازين، نرجع لك شوية آخر بعد لحظات من الإشهار. مرحبا بكم. المال بتاعه مكسر وما يتحلش عليه، كان يحط كرهبته ويمشي ياخد تاكسي. اكزاكتومو توا الستة على كابا فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فوالا مدام فاطمة في التليفون. نطمن على بنتي ولدي. لاباس قاعدة تدور في البونليو بنتك؟ لا 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 بدي تو بنتي تحضر القاعدة في الدار ما هي كي خرجت. رجعنا من جديد معكم في ريكاب، معنا في الفصافات سعلي الفزيني ناشط ومحل سياسي. مرحبا بك. مرحبا بك سعلي. نحكي على حكومة لحبيب السيد اللي انطلقت منذ شهرين تقريبا مدام. اي 6 فيفري. 6 فيفري قريب تعمل شهرين. تقييمك لعمل شهرين حبيب السيد سورتو قاعد يعمل في خدمة كبيرة وزيارة ميدانية وقاعد البارح بركة في ياسمين الحمامات وقاعد ينشط لحبيب السيد. البارح في كابا فام. اي كان بحذانا زاد في كابا فام. في حوار حصر. تقييمك لعمل حكومة حبيب السيد وعمل حبيب السيد دون بيغسون. حبيب السيد مع كل احترامي المقام وكشخص نعرفوه الناس الكل هو رجل دولة. اللي نجم نقوله اليوم واللي خايف انا خايف اللي ربما ما عندوش المستشارين السياسيين اللي يلزموه في الوقت هذا باش ينجم ربما يقوم بعمل ويعطي مشروع انقاذ لتونس. هذا اللي خوفني انا. وعلاش نقول الكلام هذا؟ نقول الكلام هذا وقت ننظر البرنامج ما سمي ببرنامج ال100 يوم
اللي وضعه اليوم 25 تقريبا تقريبا 25 صفحة واللي يدل على حسب قراءتي أنا الأولية مع في علاقتي مع عدة مختصين نجم نذكر بعض منهم اللي كما سيد فتح النوري اللي هو مختص في الاقتصاد كما سيد مصطفى كمال نابلي كما سيد ديماسي هذو ناس مختصين في قراءة القراءة اللي جمعتنا شوية على المستوى هذايا نراوي اللي ما ثماش جدوى فعلية با النيفو اوبيراسيونيل اون لو فوا با سامحوني بالكلمة الفرنسية اللي ربما ساعة ساعة ما نلقاهاش فماش معناتها مستوى عملي ما ثماش ما تحسش ثم مستوى عملي تحس في برنامج كامل ثم أهداف ولا تقول عليه كنا اليوم ماشيين في انتخابات جديدة واحد اثنين يعني ما تحسش هي ساعة مغلوطة زاد العملية لي 100 جور ما نتحدثوش على برنامج نتحدثوا على حصيلة واستنتاج مش الوزارة كيف تجي على 5 سنين كيف يقول لك المئة يوم مئة يوم محاسبة على المئة يوم شو عملت مش تعمل لي برنامج بتاع مئة يوم وتقعد بعتلي 5 سنين إلا مئة يوم رغم هذه الغلطة موافقك فيها رغم ما يقال على المئة يوم لكن أنا من بين الناس سمحني. على كل حال المئة يوم بالنسبة لنا بتعني لي حتى شيء أنا بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب التونسي الذي قام بالانتخابات هذه الرئاسية وراحت انتخب ناس لمدة 5 سنوات وبالتالي كان على الحكومه كان على الحكومه كان على الحكومه تخدم على روحها نحن المحاسبه نتاعنا تقع في اخر كل سنه مع الميزانيه الجديده هذا واحد اثنين نحاسبك في اطار اليوم كان ناخذ نعطيك مثال فرانسوا اولاند اليوم وقت انتخب وقت الناس بدات تنقد فيه وتنقد فيه قال انا منتخب لمده معينه وبالتالي انا مانيش مضطر اليوم باش نعطيك نسبه مئويه نتاع نقص في بطاله اليوم مثلا نحكي لك هذا مجرد لكن نرجع لتونس هما حاجات استراتيجيك هنا فما خلط راوس بالضبط على مستوى الاستراتيجي لا سمحني اذا كان معناتها تسمح وفي نفس السياق انا وياك تفضل ال 100 يوم هي حصيله تراقب من قبل مجلس نواب الشعب به ومجلس نواب الشعب هو اللي اعطى الثقه للحكومه وان انتج الحكومه هذه دون دو دو الحاجة اللي زادة مش فاهمينها التوانسة وأنا معناتها تسيئني شوية في عدم الفهم هذا هو أنه المئة يوم لا يجعل لها برنامج فهمت ما تنجمش أنا نحاسبك على مئة يوم ونقولك أش عملت شنو معناه بالدرجة باش ناس تفهمنا أكثر من مرقته نحبه يبين عشاه نحبوا العشاء فوالا نحبوا العشاء يبين من المرقة هذيك المئة يوم باش نشوفوا اسكو دون لو بون سونس أو با وتلفتوا لامريكا للسويد للندرا الكل معناتها تقع المحاسبه هذه هذا ما يعني السيده فاطمه يعني اللي الحكومه اليوم مجبوره وهذا شيء نقوله على مسؤوليتي انا وان شاء الله يقبلوه مجبوره يعني ربما ما لقيتش كلمه اخرى لكن نقول انا مجبوره في جميع البلدان الحكومه مجبوره ثم هناك ميثاق بين المحكوم والحاكم وبالتالي هي مجبوره باش تعطي شنو المشروع نتاعها نتاع 5 سنين ومجزأ في كل سنه وكل سنه نجم نطالبوك نحن وكما قالت السيده فاطمه ال 100 يوم الاولانيه هي مجعوله كذلك باش نشوف انا وين ماشيين للرسم 100 يوم تعطيك بالضبط الكاب وين ماشيه هذه اللي ما شفناهاش تلقى اليوم في المشروع اللي قدم تلقى اهداف تلقى سنعمل نعطيك مثال 100 يوم باش نبنيو 2700 منزل اجتماعي هل أنو هذا ولا هو حتى باش تشيح الصبة وين يلزم اكثر ما اولا يلزم اكثر ثانيا وين 30000 اللي خدمت عليهم الترويكا لازم وين 30000 خدمت عليهم الترويكا اللي خرجت قال باش نخدم على 30000 حتى مهدي جمعه مشى في الاتجاه هذا اليوم نلقاو كان 2700 هل أنو 2700 في 5 سنين ولا 2700 يوم سؤال يسال كثير اذا المساله فيها نوعا ما من العموميات ماهوش برنامج اجرائي ما ثماش اليات اليوم باش نجموا نوصلوا لبعض الاهداف كلمه قبيله قلت لوبيراسيونيل اللي هي مش عمليه عندها كلمه عندها كلمه مالقي معناها دارت العجله اليوم قاعدين نشوفوا نرصدوا في هكا نوع من البلاتيتود ولا كيفاش ما نعرفش انا ملاحظه اخيرا نجم نسوقها في هذا ويسمحوا لي مع احترامي لمقامات جميع الوزراء تحس اللي ثم تركيبه صارت نتاع ائتلاف حكومي وكأن الحكومة اللي وقع انتخابها من طرف مجلس نواب الشعب تجهل تماما تونس وبالتالي حشتهم بعشر أيام وبعشر يوم باش يمشيوا ويتنقلوا تنقلات عديدة وكأنه تونس ما يعرفوهاش وكأنه ما قاموش بالانتخابات وكأنه ما قاموش بوعود وكأنه ما عندهمش برنامج انتخابي هزات محاسة حزبية في هذا هو يرحم والديك نزار هاو في كل ائتلاف حكومي صارت محاسة حزبية إيجو. كل ائتلاف حكومي لا ولاني محاسة حزبية إيجو. انا مثلا هاو باش ما تقولوش هاو ألسن خبيثة ولا حاجة كمان انا اليوم نعرف اللي وزير مثلا التشغيل
حتى حد ما يدور به، الناس كل بعيد عليه وهو من نهضة. وسمعت اللي فما ما نعرف شنو انستانس انترناسيونال باش تعاون في التشغيل وفي التدريب على التشغيل الاخر وترشنو، وكينو عامل دراب وحده الاخر زده كيف كيف. والحقيقة توعدها وباش نعطيه لكل ذي حق حق. ليكيب مهدي جمعة ايتي امنور دو دوم دون ان سانس، من نختلفوا معاه انا نختلف معاه، ولكن ايتي امنور دو معناتها ليكيب نتاعو اوب يمشي، مش يمشي فيهم دون سانس. فما الانتر مينيستريال موجود وما يخليشك المماحكه بين هذاك وبين هذاك، علاش؟ خاطر ربما ما ينتميوش الاحزاب اتسيتيرا، ولكن انا راه مانيش معاهم في التوجه وفي الاقتصاد يعني وكل هذاك موضوع، ولكن نحكيو احنا على الجيستيون دي زوم. معناها المفروض السيد رئيس الوزراء يكون بلو فيجيلون، يرفع رأسه، معناتها أنا مش نقول اللي هو مش رفع رأسه، يرفع رأسه ويقول أي ملا معناها هذا الحزم وراه هكا يلزمنا نعمله، وهو قاري في أمريكا تبارك الله ويعرف، معناتها يعرف اللي 100 يوم لا يجعل لها برنامج، باش نجم نقدمه في الحوار. بون مدام دخل فرتاتو البلاتو، هالحاجه باهيه الفرتاتو حاجه باهيه، احنا نفرحوا بيه فلوس يعني الفرتاتو لا ضيف ضيف سي علي بحذنا داير الفرتاتو ضيف اخر مزيين ان شاء الله ان شاء الله معناتها ضيف الخير فرتاتو محليه وزيد اون بلوس تعبير على الـ على الـ على الربيع ومادام دخل لهنا معناتها راهو عندنا برشا ضيف ان شاء الله ديما ان شاء الله كبافيه معناها فما برشا ضيف ان شاء الله ديما ضيف. بون حكينا على برنامج كنت تسمح حابس نضيف حاجه برك على مستوى الحكومي اليوم وعلى مستوى حكومه السيد السيد اللي نعتبره رجل دوله، والقلت قبيليك ربما ينقص كونه ثم مستشارين سياسيين، وربما الائتلاف السياسي والمحصله السياسيه ما تخليهوش، ربما قاعد يحب يقود السفينه لكن ربما قاعد ناقص، وهذاك علاش اليوم تلقى برنامج النوع هذا. انا ايش حبيت من الحكومه هذه يكون عندها مشروع لانقاذ البلاد، ومشروع لانقاذ البلاد وانت طالب تضحيه نضحي انا الاولاني نوري انا شنو كيفاش نضحي. انا اليوم مطالب اخي، نحن ما نجموش نكون سامحني نجموا نكونوا خير من فرنسا اللي رئيس جمهوريه اعتبر كانوا لازم ينقص 15% و20% من مستحقات الوزراء نتاعو، نجموا نكونوا خير من ايطاليا. انا يظهر لي اليوم وقت باش الحكومه تعطي اشارات، والاشاره هذه تنجم تكون من الوزاره والحكومه تنجم تمشي في الاتجاه اقل شيء 20%. كذلك نفس الشيء رئيس الدوله بالنسبه لي انا شيء هام جدا، كان رئيس الدوله اليوم يقول قانون 2003 مانيش ماشي به، واعتبر السيد باجي خالد السبسي رئيس دوله تونسيه اليوم قادر باش يعمل هذايا ويعطي رساله طمأنة للشعب التونسي باش الشعب التونسي يمشي في الاتجاه هذا. باهي يعني هذا الكلام كله جيد، خلينا توا نحطوا الحكومه شويه يسر اعطينا، توا نجيو للمعارضه ونجي انا نعتبر اللي انت اقرب للقوى التقدمية، فماش قوى ديمقراطية هذاك التقسيم هذاك ما نحبوش أنا، ولا قوى يسارية ويمنية، التقسيم الفرنسي الخايب ما نحبوش أنا، قوى تقدمية إسونسيالمون الجبهة الشعبية. هل تعتقد أنه القوى المعارضة اليوم في هذا الوضع وفي هذا الخضم، وبالرغم اللي عندهم مقاعد معناتها في قاعدين يقوموا بدورهم كمعارضة، مش استبطنوا شوية معناتها المعارضة متاع يا نضال ما أطولك على الكراسي والبنوك، معناها جايين وقاعدين وينقدوا، معناها فماش حاجة يقدموا فيها عملية اتسيتيرا. واليوم سمعنا للجبهة الشعبية عندهم ندوة وطنية اتسيتيرا، مي تراهم واحدا وقلوبهم شتى، خلينا نقولوا الحقيقة زاد. تفضل. والله يعني أولا الحديث على المعارضة اليوم في تونس والمشهد السياسي يقتضي تحليل الواقع السياسي وعلاقة الناس هذوما بالانتخابات اللي قاموا بها. واحد. اثنين، كلامك صحيح 100%. علاش؟ ربما جارح ما على غلط. لا ما يسالش، ما هو نتعلموا من الالم نتاعنا، نتعلموا ما تسمع كان يقول لك كلام كان اللي يبكيك مش كلام اللي يضحكك. صحيح. بالتالي اليوم اذا كان نمشيو في اتجاه كونه لابد من حكومه ولابد من مجلس نواب شعب ولابد من معارضه حقيقيه، لابد من تكون المعارضه ما تستبطنش اي شيء. اولا تقول الحقيقه، ثانيا لازم تكون صادقه. انا بالنسبه لي انا ثم ثلاثه كلمات هامين بالنسبه لي، الصدق الوضوح والامل ورؤية واضحة، والناس تولي تنجم تهزها وراك. هذا أنا واحد من الناس نقول مع كل احترامي لجميع المعارضين، وأنا نحترم نضالاتهم ونحترم مقاماتهم كما مقامات السادة الوزراء اللي قاعدين يحكموا توا، نقول ثم إشكال في تعامل اليوم المعارضة داخل المجلس، ثم إشكال. ونعطيك مثال زوز أمثلة. نبدأ بالأخر، أين المقاربة الأمنية
فيما يخص محاربة الإرهاب للمعارضة. اليوم ما ثم حتى ما تنجم ما وجدش حتى أثر بالرغم مكتوب. المعارضة والجبهة الشعبية أساسا هي اللي تمست من الإرهاب. ما هو هذا هو ساعة ليوجك تقول أنا تمسيت وما عنديش حتى معارضة، أنا تحلي شباك لكن ما عرفتش كيفاش نلم الشباك هذا، ما عرفتش كيفاش نبنيه. المشكل هو غادي شنو هي المقاربة الأمنية اللي عندنا؟ هل أنه يكفي اليوم باش نقولوا يلزم عقيدة أمنية وأمن جمهوري؟ لا يكفي. اليوم إذا عندك مقاربة أمنية، والمقاربة الأمنية تقتضي معرفتك بالميدان، معرفتك بنقابات الأمن، معرفتك بالسلك الأمني، معرفتك بخطورة الإرهاب، معرفتك بما يدور على مستوى الإقليمي والمستوى الدولي. القوى المعارضة الآن وإسانسيلمون الجبهة الشعبية والمسار وغيره مازالوا على طرفي نقيض مع البوليس، معناها بالنسبة لهم في المخيال متاعهم الحديث جدا معناتها البوليس هو العدو، هو اللي يعذب، هو اللي كذا، معناتها مازال ما فماش الحوار الوطني فريمون اللي نجموا معناتها باش يقدموا مع بعضهم كمنظومات يعني كأسلاك. وقت تسألهم يقول لك ما عندناش حتى شيء في المخيل نتاعنا، ونحن نعتبروا اليوم البوليس غير وتغير منذ أربع سنوات. ما تقدمش مال البدائل. الإشكال وين؟ الإشكال ما ثماش علاقة تربط الناس هذوما بهالنقابات الأمنية ولا بالأمنيين لوجود حلول تنجم ترضي الناس الكل، ويكونوا معناتها في ما يكونوا بعاد على التجاذبات لكن في اتجاه بناء بالمجد أمن جمهوري وعقل جمهوري. تعتقد أن المعارضة قعدت في خانة رد الفعل؟ المعارضة قعدت دائما في خانة رد الفعل، ومن رد الفعل كنت نتصور كون المعارضة في الأربع سنين هذه من رد الفعل من قوة احتجاجية إلى رد الفعل إلى قوة بديلة فعلية. لكن هذا المشكل موجود اليوم، ما عندناش قوة بديلة فعلية عندها مشروع حكم أو عندها مشروع معارض تماما لحكم، لأنه في الأخر بكل فاطمة وهذه من تجربتي أنا السياسية المتواضعة، عندما تكون معارض لابد أن تسأل نفسك سؤال بديهي ومركزي، إذا كان أنت كنت في الحكم ماذا تفعل أمام أي إشكال يتعرض لك؟ شنو يكون جوابك لها؟ بالضبط. ومن غادي تنجم تبني إذا كان هذا في المخيل متاعنا ما ثماش، وبالتالي باش تكون قيادة ما تكونش قيادة ريادية وتكون قيادة شعارات، وعندما تكون قيادة شعارات ما تنجمش تعطي مشروع للحكم. تعتقد المعارضة هذه وإسانسيلمون الجبهة الشعبية والقوى التقدمية ماشية باتجاه الإضمحلال نظرا إلى طلوع أو صعود تيارين معناها النهضة والنداء؟ لا ما نصورش لها الحد هذايا. وانت كنت في جبهة ساعتها مو تعرف أي ثم تفاعل مع بعض الناس اللي موجودين في القوات التقدمية بصفة عامة بما فيهم الجبهة الشعبية، ثم نوع ما من التفاعل بس ياخذ وقته لأنه الحراك موجود. الشيء اللي وقع في تونس ما هوش باش يضم الناس الكل، وبالتالي الجبهة الشعبية والأحزاب التقدمية الموجود باش يتفاعلوا أحبوا أم كرهوا ذلك باش يعترفوا ويحطوا وينصوا على أنهم قوات تقدمية لا معناتها ما بينتهمش حاجة كبيرة، لأنه أنا يسئني مثلا تويك الكلام تصديقا لقولك أنه مثلا لجنة المالية يترأسوها زوز، كنت باش نحكي فيه الموضوع. لجنة المالية مثلا يترأسوها زوز، معناتها زوز قوى وزوز طيارات اللي ما نجموش نشكوا في الآخر تجاه الآخر. الإشكال وين فاطمة؟ إياد الدهماني مجرح وي إيه معناها ولا وحتى اللي وراه إياد الدهماني واللي وراه شو اسمه أنا ما عندي أنا نحترم منجي رحوي واحترم زياد احترم إياد الدهماني نعرفهم الزوز. الإشكال وين؟ مش هذا الإشكال. أنت وقت اللي تزرع وتحب تحصد وتعطل ما بين ظفرين عمل مجلس نواب الشعب لمسألة مبدئية وتراها أنت مبدئية ومركزية في اتجاهك على مستوى على مستوى الإذاعي وعلى مستوى التلفزات وتمشي بها في اتجاه كبير ياسر، التعطيل هذا يؤدي في الأخر تقول أنا بالنسبة لنا الجبهة الشعبية هي الوحيدة اللي يرجع لها ترجع لها رئاسة اللجنة المالية. بعد هذا الكل ومن بعد ما يسمعك الناس ويسمعوك الناس ويتعاطفوا معك الناس تقدم ديتاز اتسيتيرا وتقدم ما تقدم خطأ تجي تاخذها مناصفة تجي من بعد تتفق ما نعرفش علاش وتتناصف. أنا سؤالي الوحيد للمعارضة إذا كان قبلنا الشيء هذا متناصف علاش ما نعملوش 217 نخرين نايب بصفة متناصفة، وعلاش ما يرأسش مجلس نواب الشعب بصفة متناصفة لمدة معينة، وعلاش وعلاش وعلاش؟ هوني سؤال كبير يطرح ما على المعارضة إلا تحسم أمرها اليوم في إطار بناء ما هو المشروع لإنقاذ تونس بدون التجاذبات بدون شعارات بصفة موضوعية بصفة أكثر مركزة الصدق الوضوح والرؤية. وانت ترى في مجلس نواب الشعب كلمة بركة معلومة أكيدة فشل المفاوضات بين النقابة وبين الوزارة، كملوا الآن المفاوضات دون الوصول للنتيجة. اي فما تعنت معناتها
تعنت ماش وقت الوزارة داخلة بالواحد. أنا جوست حبيت نقول لك معناتها هل تعتقد أنه المعارضة معناتها كيف أنت تشوف مجلس نواب الشعب اليوم وتشوف نواب النهضة إسانسيالمان تحس اللي هما غودي واستفادوا من 3 سنين متاع مجلس التأسيسي ولاو يتكلموا يعرفوا يتكلموا يعرفوا يناقشوا يعطيوا البدائل؟ استفادوا كثير. والوقت اللي يبدأ عندك في 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 ما نحبش نقول حرب لأنه بالنسبة لي هذو الناس انتخبهم الشعب وبالتالي في كل علاقتك مع إنسان مختلف معك باش يتعلم منك إذا كان أنت ما تتعلمش منه. اليوم حركة النهضة اليوم مختلفة تماما عن 3 سنوات ونص اللي عادتهم من التأسيسي. منعرج في الفكر وفي في الخطاب السياسي. في الخطاب السياسي في الفكر في علاقتها مع الحزب السيابية في علاقتها حتى مع صحفيين. صحيح. معناتها تغيرت كليا اليوم وتعرف انت فاطمه اللي وراء الناس هذوما ثم هناك معناتها هيئه كبيره ياسر نتاع تواصل وتواصل اعلامي يعني ناس ماهيش تلعب الناس عندها مشروع حكم وعندها ناس قاعده تنصح فيها وعندها ناس وقت اللي باش يمشيو سور ام بلاتو واللي يمشيو للزاعي اللي ديما انا نختلف معاهم يقولوا لي لا من سون با كوتشي نو با دي تو لا لا انا نعرفوهم احنا في الجامعه عندهم مدربين نتاعهم ويدربوهم ويقول لهم شنو ويعرفوا شنو يبعثوا ويعرفوا شكون يبعثوا صحيح. في الوقت في الوقت اللازم وفي كل مسألة ونجمو حتى نرجعوا حتى ربما عامل تالي فاطمة في كل مسألة وفي كل مشكل صار لتونس كل مرة تلقى إنسان يبعث لأنه ما عندهم ديناميكية موجودة ديناميكية الاتصال يعرفوا شو يعملوا شو ما يعملوش بينما في المواقع الأخرى وفي الطرف المقابل إسانسيالمون الجبهة الشعبية لأنه أحبابنا وأصدقائنا ونلوموا عليهم وقرينا مع بعضنا ونعرفوهم معناتها نلوموا عليهم أنهم هما وقت اللي يجيو في محطة من المحطات يوليوا يتناقروا في بعضهم معناتها يولي الحزبي يمشي يطغى. على الجبهة ويطغى على الجبهة وبالتالي يطغى حتى على يطغى حتى الأمن بتاع البلاد يطغى حتى البلاد التونسية يطغى حتى الشعب التونسي ما ماشي حتى الواحد. نزار أنا عندي سؤال آخر على سؤال أخير مدام أخير على القروض اللي متورطة فيها تونس أنا واليوم منتدى اجتماعي جستما اليوم منتدى اجتماعي يحاولوا يبحثوا فيه الناس اللي موجودين على حلول معناتها ضد العولمة وضد هالاندتمان هذايا إيجو ولكن تونس وين اليوم معناتها كيفاش ترى الحل انت هو تعقيبا على كلامه بكري هو قال كلمة قال مشروع إنقاذ البلاد هل الإنقاذ بالقروضات هو الحل بول مومو آنيا الآن بالقروضات إنقاذ البلاد يستدعي مشروع وطني شامل تشارك فيه كل الحساسيات الكل الموجودة في البلاد واللي يعتبروا كون إنقاذ البلاد هي مهمة وطنية ما بين قوسين أنا حبيت ربما نعرفش كان مازال عندنا الوقت بكل حبيت نحكي على المسألة مازال عندنا بالضبط ثلاثة دقائق حبيت نحكي شوية على الإرهاب خاطر ما تعرضنا لوشي وشنو الإجراءات مقارنة بالإجراءات كذا مسألة المشروع الإنقاذ المشروع الإنقاذي فيه مسألة الإرهاب كنت تسمحني ربما حتى بدقيقة أزيد من 3 دقائق على كل حال على مستوى المديونية ما تنجمش على مستوى المديونية اليوم المديونية ما تحلش المشكل تماما وبكل جميع المشاكل اللي موجوده في ما تحلش هذا جانب من الحل هو المديونيه اليوم جانب من الحل لكن مش الكل مش الحل بكله لابد من قراءه المديونيه في علاقتها بالمشكل ماهوش قد مش القروض المشكل اش تعمل بالقروض وقت تاخذها المشكل ماهيش مساله مديونيه اليوم ويطرح اليوم في جميع البلاتوات اليوم اللي قاعد نشوف فيهم المديونيه لا مش هذا مش جميع بلدان العالم تمشي للقروض الاشكال بالفرق ما بيننا وما بين الناس هذوما هو كونه يعرف وين يستعملوهم ها وين الاشكال نتاعنا نحب نرجع نحب نرجع للارهاب في معناتها رسائل برقيه على مستوى الارهاب اليوم ثم الجانب الدبلوماسي الجانب الاقتصادي والجانب الامني خليني نمشي للجانب الامني طول اليوم اللي ناقصنا في تونس هو وكاله استخبار وطني يشارك فيها الخبراء الاستراتيجيين خبراء عسكريين خبراء امنيين وحتى متقاعدين اللي عندنا موجود يزينا من ليزاتاشي ميليتير لبرا فما ليزاتاشي ميليتير كيزون اللي عندهم كفاءه كبيره ياسر هات اخويا رجعهم باش نخدموا هذا واحد اثنين لابد من ارجاع لابد من نظر مره ثانيه في جميع ملفات الكفاءات اللي وقع الاستغناء عندها سواء وقت الراشحي سواء في علي العريض اليوم لابد من هيكل اعلامي موحد داخل وزاره الداخليه لانه محمد علي سي محمد علي ما نجمش يخدم وحده لازم يكون عنده هيكل اعلامي علاش نقول هذا لانه لابد من ميثاق شرف اليوم في حربنا على الارهاب وعلاش نقول حرب على الارهاب رانا ماناش قاعد ماناش باش نقاوم الارهاب راهو الحرب على الارهاب لابد من شعار والشعار لابد ان يكون بالنسبه لي انا لا حقوق الانسان مع الارهاب نبداو بالشعار هذا خلينا نشوفوا شكون مع الارهاب وشكون ضد الارهاب اليوم لابد من غلق المساجد اللي ما صارتش عاد اخوي سكرها
ومن بعد نشوفوا كيفاش نحلوها بأن آليات. ما نجموش نقعدوا اليوم مازال ثم مساجد غير مسيطر عليها، ما نجموش اليوم نقعدوا في إطار جمعيات اليوم اللي ما نعرفوش شنية مصادر الأموال، هذا كل ما نجموش. وهذا اليوم الإجراءات أنا اللي ما شفتهاش. نفس الشيء أنت تدعو إلى تفعيل الكور دي كونت مثلا، مثلا 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 كور دي كونت، مثلا القطب بساوني حاجة مهمة ياسر على القضاء. على مس قطب القضاء الأمني، ما تنجمش تسيطر على نسات الإرهاب وتحارب الإرهاب إذا كان ما عندكش قطب قضاء أمني نوفر حماية لصيقة للجميع القضاة وعائلاتهم ويكون مختصين في قضايا الإرهاب. بدون هذا ما نجمش نقدم. شكرا لك سعلي الفزيري الناشط والمحلل السياسي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا على حضورك. نرجع لكم بعد الأخبار، وبعد الأخبار الرياضة ما تبعدوش، راجعين. كابافان الكلمة ليك.